بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم. خليني الأول أقول لكم رمضان كريم، وحشتونا جدا. 4 أسابيع أنا ومنتصر محتجبين عنكم لأسباب خارجة عن إرادتنا، أعتقد شغل إداري في قناتنا الجميلة قناة الصحة والجمال، لكن إحنا عدنا وأتمنى أن يكون العودة أحمده. معانا النهاردة حلقة طبعا دسمة جدا بحكم أن إحنا مرتبطين بحدث ولا أهم مصر كلها بتنتظره، وهي مباراة القمة بكرة إن شاء الله. إن شاء الله بعد الإنترو معانا برضو صحفي كبير جدا، أنا عارف أنه معظمكم النهاردة منتظره، الأستاذ علي السيسي، فأنا برحب بيكم وبقول لكم إن شاء الله حلقة جميلة. تفضل منتصر. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وحشتونا جدا، كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى كل محبيكم وكل زويكم وكل أسركم وعائلاتكم، ويا رب كل العالم بخير وسلام وأمن، ومصر عظيمة دايما بقيادتها السياسية. عجبني جدا في رمضان قبل ما أخش على الرياضة مسلسل الاختيار 2، عمل مهني محترف على أعلى مستوى بيوضح حقائق كتيرة جدا كانت غايبة عن بعض الأذهان أو بعض العقول المريضة، إنما بيضع النصاب في نطاقها الصحيح. لو على الشأن الرياضي بالتأكيد زي ما قال أخويا صبحي عبد السلام اللي وحشني من فترة ما قابلتوش كتير جدا من آخر توقف لنا في البرنامج، إنما النهاردة بنرجع ومعانا مباراة القمة بكرة، مباراة نتمناها سهرة رمضانية كروية ممتعة لعشاق القطبين الكبيرين الزمالك والنادي الأهلي. يا رب المباراة تخرج بسلام، نشوف فيها متعة كروية، نقول للفائز في النهاية ألف مبروك واللي الخاسر هارد لك، بس عايزينها من غير أخطاء، من غير مجاملات، من غير شياطين تطلع في رمضان، لأن الشياطين المفترض في رمضان إنها بتسلسل. ولا ايه رايك الصبح؟ معاك يا منتصر، يا دوب من صوتي لصوتك في موضوع الاختيار، وانا عايز اقول ان انا ما نزلتش من بيتي، انا لابس واقف مستني عند الباب بتابع اخر مشهد قبل ما اطلع اركب واجي. والله طبعا نرجع لموضوعنا بكره، طبعا مباراه القمه اتمنى انها تليق باسم الكبيرين الزمالك والاهلي، وتليق باسم وسمعه الدوري المصري، وزي ما قال منتصر اتمنى ان الشياطين ما تطلعش، لانه انا واحد من الناس بسجل اعتراضي على اداره المباراه بحكام مصريين، ليس تقليلا منهم خصوصا البنا الحكم المرشح، يعني صديق شخصي بالنسبه لي وانا اثق فيه جدا، لكن الظروف والدوافع اللي بتبقى محيطه بمباراه اصعب من اي حكم مصري ممكن يتولاها. يعني المساله مش تشكيك في قدرات الحكم المصري، كل حكامنا المصريين محترمين جدا، لكن المشكله ان ظروف المباراه منتصر تقيله وصعبه عليهم، والفريق الخاسر سواء كان الاهلي جماهيره مش هتقبل، ولو الزمالك جماهيره مش هتقبل، والخطا الواحد هتطير فيه رقاب. فانا عايز اقول من النهارده انا بسجل اعتراضي على اختيار الحكم، ولو لا قدر الله حصلت اخطاء من دلوقتي بحملها لاحمد مجاهد اللي كان عنده اصرار غريب جدا على ان الحكم يكون مصري، رغم اعتراض الاهلي وانا بعتبره اعتراض سوري، هو اعتراض ذكي جدا من النادي الاهلي لما قال انا معترض على الاجنبي، ده معناه انه بيدعم المدرب المصري، مش بيقول انا عايز مدرب اجنبي. لذلك الزمالك بلع الطعم، وبحمل برضه مجلس اداره الزمالك لو حصل حاجه لنادي الزمالك المسؤوليه، وايضا للاعلام الزملكاوي اللي سكت طول الفتره اللي فاتت وما عملش حاجه. حد يقول لي انت متجني على الزمالك ومجلس ادارته او الاداره الحاليه اللي مسيره للاعمال؟ لا طبعا، احنا عندنا احداث كتير جدا مرت على اداره الزمالك الحاليه كلها النتيجه فيها تقريبا صفر، بدايه من مباراه الترجي الافريقيه مع المولوديه الجزائري لم يحرك ساكن المجلس اداره الزمالك، بعدها مباراه الناشئين اللي تم تغيير اللوائح والتلاعب بيها، وبدل ما الزمالك يتم اعتباره فائز باللقب، لا اللقب اتجمد ومباراه فاصله ومش موجوده في اللائحه، بالاضافه لايقاف عاشور امام عاشور 12 مباراه، واحمد عيد وثمان لعيبه من فريق الزمالك الشباب. يعني خلي بالكم دايما الاحداث بتبقى فيها جاني ومجني عليه، دائما المجني عليه هو الزمالك طرف، انا ليس دفاعا عن الزمالك. لو جينا كمان لماتش اليد الموسم الماضي لحد النهارده اللي شال مجلس ادارته الاتحاد المحترم الدكتور هشام نصر، لم يقرر اتحاد كره اليد امتى البطوله وفين وازاي. حتى بطولة اليد السنة دي احنا شفنا لأول مرة منتصر، لأول مرة في التاريخ بيكون فيه اوفسايد على لاعب في كرة اليد، اللاعب يحيى الدرع مسجل من بره المنطقة بمترين في آخر 28 ثانية وبيتم إلغاء الهدف علشان تتجمد المباراة ويرجع يلعب ماتش فاصل مع الأهلي. يا جماعة هو فيلم كبير جدا، لذلك أنا بقول انتبهوا، الزمالك آن الوقت من وجهة نظر البعض إن تتسحب من تحت رجليه بساط البطولة بطولة الدوري لكرة اليد عشان تحصل بطولة كرة القدم، رأيك يا منتصر؟ بالتأكيد أستاذ صبحي يعني بتضرب خبطات سريعة جدا، إنما أنا عايز أقول إن أنا منتصر الرفاعي مع نادي الزمالك مش مع أشخاص، أيا ما يكون مين رئيس نادي الزمالك أنا بدعمه، ولذلك أنا لما بشتغل حاليا مع اللجنة اللي موجودة برئاسة
المستشارين المحترمين المستشار عماد عبد العزيز، المستشار هشام ابراهيم، واللواء سامي صبح، وبقيه المكتب التنفيذي او ايا من سيترأس. حتى كلامي دلوقتي وانا بقوله في كلام كتير جدا انه اللجنه دي مش مكمله، يعني انا مش بقول كلام رياء للناس دي او انهم انا اشتغلت معه. انا اشتغلت في محرر صغير في وجود الاستاذ ممدوح عباس، اشتغلت مع دكتور كمال درويش، هو اللي خد قرارنا بقى رئيس تحرير المجله، جه المستشار مرتضى منصور لاني رئيس تحرير وبشكل محترم، كملت سنه معاه وكملت مع الاستاذ خضر والاستاذ راع والمجموعه تاني معاهم، وكملت بعد كده سبت الزمالك واستقلت ورجعت اشتغلت مع المستشار مرتضى منصور وحاليا موجود مع اللجنه. عايز اقول يا جماعه ان الناس دي مجموعه وطنيين كلفوا من الدوله انهم يترأسوا نادي الزمالك في هذه الفتره، بيعملوا اللي عليهم وزياده، جايين في ظروف صعبه للغايه. الاستاذ صبحي بيتكلم على انه الناس ممكن يكون باين للعامه انهم قصروا، لا هم ما قصروش، هو المشكله في صانع القرار يا استاذ صبحي، المشكله في احمد مجاهد وامثاله، المشكله في الناس اللي بتتبوأ اماكن وبتيجي عشان تنفذ اجندات حمراء او اجنده للنادي الاهلي او خايفه من النادي الاهلي او مرتعشه من النادي الاهلي، فبتيجي على نادي الزمالك، بتصحى من النوم تاخد قرار ضد نادي الزمالك. انما النهارده المسؤول في نادي الزمالك ايا ما يكون من اسمه، ايه اللي يقدر يعمله؟ النهارده اللجنه فيما يتعلق بموضوع فريق الشباب 99 اللي هو يستحق بطل الدوري، طلع قرار انه بيرفض ما قيل انه مباراه فاصله، وبالتالي بيطالب انه باللقب لنادي الزمالك. صحي من النوم من النادي الاهلي فيديو الامام عاشور مش عارف مين سجله والمجموعه كلها، وشمعنى امام عاشور من ضمنهم ما كان كل المجموعه بتهتف، وفي مجموعه في النادي الاهلي هتفت، وفي قبل كده رمضان صبحي وسعد سمير وحسام عاشور راكبين فوق تاف الجمهور بيحتفلوا بطولة بيشتموا الاهلي، محدش حرك ساكت، بيشتري سوري الزمالك محدش حرك ساكت. قبل كده كهربا هو بيلعب في نادي الزمالك كان راكب فوق تاف زمايله او بعض المشجعين وبيهتف ضد النادي الاهلي، محدش شافه خالص، مع ان احمد مجاهد نفسه ده اللي بيقول دلوقتي قرارات مجلس الوزراء انا مش عارف في قرارات محكم قمه ولا ما فيش، كان عضو مجلس اداره بارز في مجلس سنة بريده. انت مش غريب على اتحاد الكره يا استاذ احمد مجاهد او يا باشمهندس احمد مجاهد، مش غريب. انت ما تجيش النهارده تصحاني عشان بقيت الرجل الاول عايز تجامل النادي الاهلي عشان تضمن انك تقعد على الكرسي. فالنهارده اللجنه خدت قرارات ان المباراه مش هتلعب فعلا، المباراه اتاجلت. طب العقوبات؟ قالت لا احنا رافضينها وهنذهب فيما يتعلق بالمباراه الفاصله لابعد مدى حتى المركز التحكيم والتسويه، وده بيانات رسميه اذا عملت عليها وزياده. واي مسؤول كان هيبقى في نادي الزمالك كنت هقول الكلام ده، ده حق ربنا، واللي بقوله يخاطب العقل والمنطق. انما النهارده لو في ناس مصره تكتم نفس الزمالك ده موضوعها، انما جمهور نادي الزمالك خلاص ان الناس بتقابلنا في الشارع مش طايقه هدومها، الناس بتقول لكم عيب واختشوا في رمضان لانه اللي بيحصل نادي الزمالك ده عيب. النهارده الراجل استاذ صبحي لسه بيقول حكم مصري ماشي على عينه وراسه، النادي الاهلي الاول من الوهله الاولى قال لك بندعم الحكام المصريين، ورجع بعد كده قال لك الكابتن الخطيب ها، ولا اظن انه حصل اتفاق ما بين اتحاد الكره ومجلس اداره النادي الاهلي انه طلع بال، لانه نادي الزمالك هو اللي طلع بال الاول رفض الحكم المصري، ليس تشكيكا فيه ولكن يعني عشان يحموه من شبهه اي مجاملات للمنافس في هذا التوقيت، خاصة ان الزمالك متصدر وخارج من بطولة افريقيا، الاهلي مكمل في بطولة افريقيا وبيحاول يحصل نادي الزمالك، ومش عارف على اي اساس النادي الاهلي لسه ليه ثلاث مباريات يقول لك نادي هيركب الدوري، هيركب بقى مرة ايه؟ طب ما ممكن يخسر الثلاث مباريات. ليه ما تقولش الزمالك هيكمل في صدارة الدوري؟ منتصر بس جزئية بس اخلص دي، انه النهارده الكابتن احمد مجاهد انا المقامرة والمغامرة اللي عملها مع الكابتن محمود البنا وطاقم التحكيم المصري هو سيتحمل نتيجتها في الاخر. المباراة طلعت بسلام ونتمناها تطلع بسلام، ونتمنى عودة الهيبة لطاقم التحكيم المصري يعني منذ محمد الحنفي في ابريل 2018، يعني من ثلاث سنين تقريبا ما فيش حكم مصري حكم كابتن احمد مجاهد المباريات القمة، كانوا كلهم ببرنيطة وكان فيهم بيغلطوا على فكرة، بس بنبلع غلط الاجنبي لانه ملهوش هوا. انما الحكم المصري للاسف بيبقى له احيانا هوا لانه اكيد في يا اما هو اهلاوي يا اما زملكاوي يا اما هيجامل ده ويجامل ده، ولكن المجاملات دايما بتاتي من الناحية الثانية. فالنهارده الموضوع مقامره سيتحمل مسؤوليتها احمد مجاهد، اللجنه اللي موجوده او المجلس اللي هيجي او المجلس اللي مشي بيحارب ويحرق في بحر عشان يجيب حقوق الزمالك. مفيش حد بيترقص مجلس اداره نادي الزمالك ايا ما يكون هو سابق او حالي مش عايز يجيب حق نادي الزمالك، في ناس كانت بتعرف تجيب حق نادي الزمالك وفي ناس رجال دوله صعب انها يعني تنزل لمستوى مش عارف يعني انتوا عايزين توصلوا الناس ايه؟ انه ده المستوى اللي كان كويس اللي بتتعاملوا بيه؟ جايين تيجوا على نادي الزمالك بقى بتقولوا للناس والله لا ده احنا كنا بنخاف ونختشي؟ لا عيب.
اتفضل. منتصر انا بتفق معاك في جزئيه وبختلف في جزئيه. الجزئيه اللي بختلف بيها انت بتقول مجلس اداره الزمالك لم يقصر، لا طبعا هو من وجهه نظري. ايه اللي اعمله؟ سؤالي ليه؟ نمره واحد هبعد عن ماتش القمه عشان اولا انا مش متربص بيهم. لا وانا مش متربص بس انا بسال سؤال حضرتك اللي بتقوله ده بيقولوا انا بشوفه على الفيسبوك من ناس كتير مش هم مقصرين. انت قلت لهم انا منتصر الرفاع رئيس نادي الزمالك دلوقتي اعمل ايه؟ اين موقف نادي الزمالك؟ سيبك من الاهلي والزمالك من مباراه الترجي والمولوديه اللي كان سؤال. بفعل فاعل خلينا كمان يا باشا ماشي اللي كان بفعل فاعل المولوديه بيوصل الترجي بيوصل المولوديه الاهلي والزمالك بيلعبوا في الماتش ده خلينا نحترم كل الناس نمره 2 لاعبي الترجي احتفلوا ومسكوا اعلام الجزائر يا باشا عايز تقول لي فوتوا الماتش طبعا الماتش متفوت طيب سؤال الاهلي والزمالك هم اللي بيلعبوا وتعادلوا يا باشا انا معاك ما انا عايزين نتكلم الناس بس انا ما وقفتكش انا ماذا أيوة عايزين نقول للناس حاجه صح ماذا فعل مجلس اداره الزمالك المعين الحالي تجاه هذا القضيه وماذا سيفعل يفعل نمره 2 ماذا فعل تجاه تعيين محمود البنا حكما للمباراه وهو عارف من فتره وصمت مريب ماذا يفعل سؤالي ارفض قمت ارفض رفضت وطلعت بيانات يا سيدي محمود الخطيب لما رفض بيها. محمود الخطيب لما رفض راح لوزير الشباب في بيته لما قدم ما يلعبش مباراه اجرب اهدد لان الزمالك كان كبير جدا وسحبنا وقال لك حنفي لا سكتوا قبل كده سكتوا قبل كده كان بيتقال عليك حنفي ولا في القضيه دي والاهلي هدد قبل كده بالسحاب المجلس الحالي باللي بيحصل حنفي ثواني في قضيه المولوديه والترجي الاهلي نفسه في قضيه 19 سنه حنفي يا باشي. في قضيه اليد اسمعني الموسم اللي فات نادي القرن مش حنفي وقضيه يد امبارح حنفي نادي القرن مش حنفي يا منتصر والسله اللي الزمالك نادي القرن مش حنفي بنتخانق كده قدام لا احنا مش بنتخانق احنا بنقول يا جدعان احنا ان احنا نقول للناس حاجه وما بنعملهاش يا حبيبي طب اكمل بقى ماشي كمل بس اديني حل انت رئيس النادي اهو انا لازم يكون لي موقف حاسم ايه موقفك اجمد ده انا اجمد انا اهدد بتجميد هو تجميد الاهلي والزمالك قرار شخص بص انا اعمل اللي عليا وبعد كده تيجي اي مسؤول من الدوله يقول لي ستوب هقول يا جماعه لا الدوله عايزه ده اسمعني زي ما رجع الدوري بامر الدوله هقول يا جماعه الدوله مطلعه بتقول لا لازم اكمل لكن الفكره ان انا اثبت وجود انا طول الوقت مستمع يا منتصر والله انا ما ضد الاهلي طلع كام بيان السنه اللي فاتت انا مش دعوه الزمالك والمجلس ده طلع كام بيان الاهلي طلع كام بيان والزمالك طلع كام بيان السنه دي ايه اللي حصل له بقينا مجلس بيانات لا يملك الاهلي ولا الزمالك عشان اريحك يا استاذ صبحي قبل ما نروح للاستاذ علي ناخد رايه في الموضوع ده لا يملك مجلس اداره النادي الاهلي بجلاله قدره ولا مجلس اداره نادي الزمالك الا انه يطلع بيانات ويسلك الطرق الشرعيه طب فيما يتعلق باي قرار حضرتك عايزه يترد الحق النادي الزمالك او لو الاهلي ليه حق ياخده ده مش قراره ارد عليك ده قرار صنع القرار اللي بتجيبه اللي بيجي يتولى مسؤوليه في اتحاد كره يكون عنده ضمير الاهلي مش مطلوب منه موقف يا منتصر لانه في كل المعارك دي وفي كل الملفات واخد حقه فبالتالي هو اللي جاب الحكم هو يطلع يقول لك ايه انا مش عايز البنا خلي بالك انا مش عايز البنا دي تاكيد على وجود البنا هو فاكر الاهلي معترض ليه بتقول ان هو دي تاكيد اقول لك ليه ما احنا كده بندي الاهلي بنخلي الاهلي سوبر ستار ما هو ولو ان هو فيها ذكاء منه لا هو طبعا ليه بقى يا منتصر بس في النهايه ما تعملش اللي هو عاوزه لا يا حبيبي اولا لما طلع الزمالك وقال انا برفض الحكام الاجانب فطلع قدامه الاهلي قال انا برفض الحكام الاجانب فقوم احمد مجاهد قال يعني ايه حرام هدخل في الاثنين الكبار وهعين الحكم المصري الاجنبي اللي عايزه الاهلي هتقول لي عايزه الاهلي ليه هقول جمله منتصر ليه عايزه النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ في بدايه الموسم قال لك فين محمود البنا من اداره مباراه الزمالك تمام اربع مباريات مروا والبنا ما حكمش للزمالك معنى كده ان من وجهه نظره البنا ظالم للزمالك يبقى كده النادي الاهلي اللي اختار حكم القمه بس البنا ده بصديقك صديقك وانت بتثق فيه بره طبعا ضميره فين وربنا لما يحاسبه يوم القيامه لو جامل الاهلي احسن من الزمالك لو حصل بكره فاحنا ننتظر بس ونستنى بس كل حاجه الاهلي هيرو الاهلي مش بطل احنا اللي بنخلي الاهلي بطل بضعفنا لا وبقدرتك وإن احنا الضعيفه طول الوقت بنقول ان هو على صواب لا هو مش على صواب لا وبقدرتك الضعيفه لا لازم نعترف ان اداره الزمالك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها انا عارف الناس جايين في مهمه انتحاريه يا باشا مش الناس دي واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلهم جايين في ظروف صعبه جدا ومش مطلوب منهم انهم فجاه يعملوا هيرو على كل الناس انا عارف ان المهمه صعبه وهم جايين بينفذوا برضو مش بدافع على اشخاص يا جماعه انا مش بتكلم على فين اشخاص فين الزمالك والنادي القرن استاذ صبحي اللجنه دي اللي جابته لا طبعا مش اللي ما ادتكش نادي القرن من 20 سنه طب على الاقل انت بطلت تتكلم عن نادي القرن طلعت بيانات ما تجمد طلعت بيانات ادينا بنتكلم ونادي القرن حق نادي الزمالك حد بيتكلم عن القرن دلوقتي منتصر هو احنا بنتكلم في برنامج مش قناه الزمالك مع احترامي ليه عموما يا جماعه الحوار بادئ سخن جدا مع اخويا وحبيبي منتصر الرفاعي وان شاء الله هنكمل بعد فصل صغير مع الصحفي الكبير اللي كلكم منتظرينه معانا الاستاذ علي السيسي ان شاء الله تبقى حلقه كلها مثيره وجميله وتطلعوا من عندنا على السحور عشان نسد نفسكم
اهلا وسهلا بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، بعد فاصل قصير بعد الخناقه اللي كانت بينه وبين المنتصر، عايز اقدم لكم ضيفنا النهارده. احنا مجرد ما عملنا بوست صغير وقلنا معانا الاستاذ علي السيسي، السوشيال ميديا انفجرت، الناس كلها منتظراه لانه ضيف استثنائي وله شخصيه مختلفه تماما، راجل صريح كلمته زي طلقه الرصاص، على ان احنا في رمضان. بقول له خف علينا شويه استاذ علي. اهلا بيك، شرفت 2-0، وبرحب بيك بنيابه عني وعن منتصر وعن كل مشاهدي البرنامج. اهلا بيك استاذ الصبحي، وكل سنه وحضراتكم طيبين. الاستاذ منتصر خير، والحمد لله انا اول مره النهارده بالمصادفه غادر البيت من 3 شهور. ما انا كان المفروض اقول لك الاول الحمد لله على السلامه. انا سعيد ان اول مره تخرج من البيت. انا اول مره بخرج معاكم، ده تقدير منك لينا فوق راسنا والله. الحمد لله، ده فضل وكرم من ربنا ان عديت المحنه بسلام. الحمد لله، الناس كتبلنا عليك. الحمد لله. استاذ علي طبعا تاريخ كبير جدا مع الصحافه. الله يكرمك. مؤسسي مصر اليوم، صاحب قلم لاذع، كلمه حق دايما تخرج كالرصاص. بالتاكيد انت مشرفنا ومنورنا النهارده، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا منتصر، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله يكون كلامنا خفيف على على الناس. نبدا على طول بقى استاذ علي، رؤيتك لما حدث لنادي الزمالك في الفترة السابقة، المشهد شفته ازاي في نادي الزمالك؟ رؤيتك انت وعد الثلاث شهور ده في البيت، اكيد انت كنت متابع دقيق لكل حاجة بالزبط. وانت عندك اتصالاتك على اعلى مستوى، فبالتأكيد عندك المعلومة واليقين، وكنت متواصل مع الناس من خلال الفيسبوك يعني. الحقيقة اللي حصل لنادي الزمالك هو في رأيي جريمة مكتملة الأركان، لأن نادي الزمالك مؤسسة رياضية عملاقة عمرها 110 سنة. أن تعمل مجموعة من الأفراد بمساعدة أشخاص في الدولة أن يعملوا على هدم هذا الكيان، فهذا هو الجريمة زي ما قلت حضرتك مكتملة الأركان. اللي حصل أن الناس يمكن بتختلف في تفسيراتها. أنا شفت أن الزمالك تجاوز الخطوط، سامحني في التعبير، واحتل مكانه الطبيعي، رغم أنف من لا يرين ذلك. نادي الزمالك حقق الكونفدرالية في شهر كام؟ 11 أو أعتقد في سبتمبر 2019، ثم اتبعها بالسوبر او في مايو الافريقي، مايو ثم السوبر المصري السعودي، ثم السوبر الافريقي، ثم السوبر فين بقى؟ السوبر المصري، ثم السوبر المصري، ثم جه برضو اطاح بالاهلي في الدوري 3-1 في الدوري، ثم اطاح بالترجي في بطوله افريقيا. يعني كان هناك مارد عملاق يسير بخطى ثابته كالرهوان. كان لابد من إيقاف هذا المارد، أو على الأقل تحطيمه. أنا بشوف أن اللي وراء هذه الجريمة هم قوى الشر، قوى الشر اللي بيملأوا الوسط الرياضي الآن. نخطئ عندما نتهم الدولة كدولة، هناك أشخاص في الدولة مع قوى الشر في مراكز عدة، في مؤسسات عدة، في أماكن عدة، كلهم بيعملوا لهدف واحد، وهو إعلاء الأهلي وهدم الكيان الزمالك حتى لا يكون منافسا. الزمالك شوف من سبتمبر لفبراير 6-7 شهور، فبراير مايو اعتقد كانت في مايو 2019 كونفدراليه. لا 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 بتكلم على تجديد المجلس. لا المجلس 27 نوفمبر. انا بتكلم على اخر بطوله، اخر فوز للزمالك على الاهلي كان قبل كورونا، قبل السوبر في قبل الدوري ما يتوقف الكورونا. كان الزمالك جامح، حصان جامح. كان لابد من ايقاف هذا الجموح. جماهير الأهلي وهي الأغلبية بعد هذا الجموح طول الفترة دي كانت هذه الجماهير منكسرة، والدولة لا تريد جماهير الأهلي الأغلبية منكسرة.
الدولة تمارس كرة سياسة الآن. بس الأهلي كان بطل دوري. الكرة سياسة. الأهلي بطل متوج غير جدير. أنا من وجهة نظري. وكلنا نعرف كيف يتوج. هذه الفترة طب ما تقول لنا كيف يتوج؟ هذه أنا هقول لك، هذه الفترة تبعها 5 شهور إيقاف. الدولة صعب عليها أن جمهور الأهلي ينكسر بهذه الدرجة، وأن أغلبية الشعب أشخاص مش الدولة، أنت قلت ما إحنا قلنا أشخاص محسوبين على الدولة بالظبط كده، أوكي؟ مش الدولة بمعناها الأساسي والكبير انكسار الجماهير الأهلوية وفي المقابل نشوة جماهير الزمالك وجموح مرتضى منصور اللي الدولة سابت له الحبل على الغارب، هو يلحن وانتوا في القناة تعزفوا تعزفوا. فأصبح جماهير الزمالك هي اللي متسيدة، صوتها مسموع ومتسيدة، وجماهير الأهلي انخفض صوتها إلى أقصى درجة وانكسرت إلى أقصى درجة. فما كانتش الدولة ممكن تسيب جماهير الأهلي منكسرة بهذا الشكل، إلى أن جاءت المباراة النهائية في بطولة أمم أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا. ونحن نعرف كيف كل مصر، كل مصر أهلاوي قبل الزمالكاوي يعرف كيف سلبت البطولة من الزمالك، وما اللي حصل قبل البطولة واللي حصل بعد البطولة، وقبل النهائي بساعات، وقبل النهائي بساعات ابعاد رئيس نادي الزمالك، ابعاده واسقاطه في مجلس النواب، مشجع اهلاوي جوه الملعب، ما فيش مشجع زملكاوي، تغيير حكم المباراة، كل حاجة، كل حاجة. الراجل حكم المباراة ده كان قاعد هنا في الغردقة لمدة 40 يوم في ضيافته. دي جريمه. معلومه حكم الادار المباراه ولا الادار المباراه اللي كان المفروض مش موجود، مش هو قرب 48 ساعه. رضوان جيد المغربي، لا عنده كورونا رضوان. انا ما عنديش كورونا في المغرب. اول ما رجع قال كده، انا ليه صحفيين اصدقاء في المغرب تواصلت معاهم خليتهم سالوه، قال انا استبعدت دون اسباب مقنعه. طب ايه رايك؟ انا لم اكن مصابا بكورونا، وابراهيم نور الدين، كل ده كان مترتب، كل ده مخطط لنزع البطوله او منع الزمالك من تحقيق بطوله افريقيا، لان هذا معناه لو الزمالك حقق بطوله افريقيا كان الاهلي انكسر مش اقل من 10 سنين. ايه رايك ناخد راي عمرو الدردير رئيس المنظومه العامله في الزمالك معانا ويدخل معانا يقول لنا رايه في الكلام ده؟ يا عمور مساء الفل. مساء الخير يا استاذ مصطفى. حبيبي اهلا بيك يا عمر. عمرو ربنا يخليك يا استاذ مصطفى. مس عليك الاستاذ منتصر والاستاذ علي السيسي. استاذ عمرو اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. ازيك يا استاذ عمرو؟ استاذ علي السيسي راجل نجم كبير. سمعت اللي قاله يا عمرو؟ حبيبي يا عمرو اتفضل. سمعت اللي قاله الاستاذ علي بيقول لك لقب بطوله افريقيا سلب من الزمالك، انت موافق على هذا الكلام؟ بطولة افريقيا طبعا الزمالك تعرض، احنا كلنا عارفين ان الزمالك تعرض لظلم شديد قبل البطولة اثر على ان يفوز بالبطولة طبعا، حتى يقدر يختلف على ذلك. طيب خليني برضه اروح معاك لحتة يمكن اختلفت فيها انا والاستاذ منتصر الرفاعي. مباراة الترجي والمولودية، هل كان يجب على ادارة الزمالك الحالية كلها موقف تسجل موقف، ولا الصمت كان لغة العظماء ساعتها؟ الو الصوت وحش قوي. الصوت وحش يا عمرو. انا بقول انت كده سامعني؟ انا كده سامعك. هل كان يجب على مجلس اداره الزمالك يسجل حضور قوي بشان مباراه المولوديه والترجي اللي دفع برضه ثمنها الزمالك وخرج من دور ال 16 من دور المجموعات؟ والله الزمالك سجل يا استاذ صبحي، الزمالك سجل وبعتنا للاتحاد الافريقي شكوى وعملنا اللازم يعني، لكن انت عارف ان الاتحاد الافريقي والاتحادات دي بيقول لك هات لي دليل. صحيح. احنا بعتنا طبعا شريط المباراه دليل، لكن هو عايز دليل، عايز مكالمات، حاجات تمسكها على الفريقين، طبعا ده مش موجود عندنا.
طيب وكلمنا عن ماتش بقى، انت عارف بكره الاهلي والزمالك وده مولد الكره المصريه. طبعا بطوله خاصه جدا ما بين الفريقين الاهلي والزمالك، اي فريق فيهم بيحب يفوز بالبطوله الخاصه دي مهما كان مستوى الاهلي والزمالك قبل البطوله، في البطوله دي بيستفيقوا وبيلعبوا بطوله خاصه جدا بينهم الاثنين. الزمالك ان شاء الله جاهز لهذه المنافسه، جاهز للبطوله الخاصه دي بشكل جيد. يمكن عندنا غيابات بس غيابات مش كتير، على راسها امام عاشور وهو لاعب مؤثر على فكره في الفريق يعني طبعا، لكن الزمالك عنده ذخيره من اللاعبين قادره تعوض. اهم حاجه في المباراه بيلعب عليها مستر كارترون هي الروح، والروح روح روح الزمالك اذا عادت اي فريق قدامها بينكسر. الزمالك فريق كبير، لما بيلعب بروح وبيلعب بادائه العالي يكسب اي حد ان شاء الله يعني. طب قبل ما اروح للاستاذ علي بسؤال عن الحكم المباراه، موقف اداره الزمالك من تعيين محمود البنا والاصرار عن ان الحكم يبقى مش اجنبي كان ايه؟ والله طبعا انت عارف موقف الزمالك واضح وصريح من اول لحظه، الزمالك من اول لحظه رفض الحكم المصري، بس هتلعب رافض تماما لاي حكم مصري، احنا عايزين حكم اجنبي، قلنا ده مرارا وتكرارا، لكن اتحاد الكره عنده اصرار غريب جدا على تعيين حكم مصري، وانا بقول له وهو قبل المباراه ما تبدا ان ده اللي بيحصل ده ضد مصلحه التحكيم المصري، التحكيم المصري اللي هيتهز بعد هذه المباراه، واعتقد لا الفريق ده ولا الفريق ده هيرضوا باحكام الحكم ده، وانا بقول لك اهو المباراه القادمه للاهلي والزمالك هتكون بحكم اجنبي. انا اخشى ان المنتصر عايز يكلمك، انا اخشى بس المباراه بكره تصدر لنا مشكله جديده للكره المصريه، اتفضل يا منتصر. اكيد 100%. استاذ عمرو اهلا بيك، مشرفنا منورنا. كنت حابب اسالك، كان في تصريحات نسبت النهارده للمستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنه القضائيه المكلفه باداره شؤون الزمالك فيما يتعلق بانه زيزو عنده عروض، وانه لو النادي الاهلي تقدم بعرض سيتم مناقشته، واعتقد المركز الاعلامي والموقع الرسمي وحضرتك لسه منظومه اصدرته بيان نفي، ايه القصه؟ الحقيقه احنا عندنا حاجه غريبه جدا، اي حد من نادي الزمالك يا استاذ منتصر بيتكلم في اي موضوع يتم تحريفه فورا، يعني النهارده مثلا المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس النادي تحدث في مداخله مع احد البرامج وبيشرح موقف زيزو ان مفيش اي حاجه بالنسبه له وان مفيش اي مفاوضات من الاهلي، اتكلموا في موضوع تاني يعني، سابوا الكلام اللي الراجل بيشرحه، قال لك الزمالك موافق في الشرح وبيوضح الحقيقه ايه، ومسكوا في ان الزمالك موافق. يا استاذ عمرو، يا استاذ عمرو، حضراتكم مش مستجدين ولا حديثي خبره، وهكذا الاعلام الاهلاوي يصدر المشاكل للزمالك قبل اي مباراه، فالقضيه مفهومه، الجمهور عارف كده، انتوا اللي بتساعدوا كمسؤولين في النادي بتساعدوا الاعلام الفاسد على انه يزداد فسادا، بس انتوا قفلوا على النادي وخلاص، والهرتله دي ما تعبرهاش يا اخي، ما تردوش عليها. انا اقسم لك ان احدى الصحف الكبيرة بتعمل الأخبار الملفقة دي عمدا. ده حقيقة والله فعلا. أنا مش مختلف مع الأستاذ علي في حاجات كتير. يعني التعامل قصدي يبقى فيه حنكة، يبقى فيه خبرة، وغرف يبقى فيه مغلقة يقصد يا عمرو. عدم التناول للأمور بهذا الشكل. بالظبط. وإثارتها، ما هو بجرك بيعمل مشكلة. عمور هسيبك بقى عشان تتصحر، ها؟ اتفضل يا حبيبي. شكرا يا عمرو، اسعدتنا بوجودك معانا. شوف يا كابتن استاذ علي، تعالى بقى ندخل على طول في ماتش القمه بكره، ونبعد بقى شويه عن مشاكل الزمالك. انا عايز الزمالك. اقول لحضرتك على حاجه، انا عايز افتك معاك ملف الاهلي. انت بتقول لي اسطوره صنعاء الزملكاويه، نخش بقى على الحكم اولا نعلق، يعني احنا ناس مذيعين مش قصه اهلي زمالك. اولا ناخد جانب الاهلاوي، انا ده رايي، انا ده رايي ومعلن، مش الاهلاوي مش يقول لك النهارده انا واخد 42 و43 دوري، 500 دوري الاهلي، الدوله منحت الدوري للاهلي حق انتفاع. طيب 500 سنه. فاصل صغير عشان بيتكلموا معايا، فاصل صغير ونرجع تاني، فاصل صغير جدا. هو استاذ السلام.
اهلا بحضراتكم مره تانية، ونرجع نواصل حديثنا المثير جدا مع الاستاذ علي السيسي. وعايز اخدك بقى لنقطه الاهلي والزمالك بكره، لان مصر كلها منتظره المباراه. قراءتك ازاي للمشهد في ظل وجود تحكيم مصري؟ انا شخصيا اعترضت عليه، مش لانه هيلعب لصالح فريق على حساب التاني، ده لان التحكيم المصري من وجهه نظري لا يتحمل تبعات الاخطاء من جماهير اهلي او جماهير زمالك. اولا في قرار رئيس مجلس رئيس مجلس الوزراء ان تحكيم القمه يكون اجنبي. تجاوز هذا القرار معناه ان هناك موافقه رسميه او ضمنيه لاتحاد الكره، لا يستطيع احمد مجاهد، لان احمد مجاهد مش رئيس اتحاد الكره بالمعنى التقليدي، وكان عضو مجلس اداره في الاتحاد اللي صدر ايامه قرار رئيس مجلس الوزراء بان كل مباريات القمه تؤطر احمد مجاهد غير جدير بهذا المكان. اوكي، هنا وريدا اللي حطه مكانه، وهنا وريدا مرفوض من الساحه يكون موجود في الفتره اللي جايه، فحاطط لعل وعسى انه يدخل ويدخل احمد مجاهد يشغله مدير تنفيذي الفتره اللي جايه. احمد مجاهد هو اللي اختار البنا بناء على تعليمات من الاهلي او ترشيح من الاهلي. البنا قريب احمد مجاهد من القريه بتاعته، الحمول، القريه تبع الحمول، من قريته، وفي عنده خاله مراقب اللي هو مصطفى مش عارف ايه. بس عايز اقول على حاجه، لو الزمالك كسب بكره والراجل ده عمل جيم كويس انا هقول له انا اسف. هقول لك هيكسب ليه؟ لا هيكسب لان احنا في رمضان والشياطين بتغيب في رمضان. فممكن ففي فرصه يعني. طب وناحيه فنيه بقى؟ الناحيه الفنيه الزمالك هو افضل فنيا من كل الوجوه، افضل من الاهلي في هذه المرحله. لكن المباراه دي ليست معيار فنيات وافضليه وبتاع، وغيابات. هناك تحكيم، هناك حظ، هناك اخراج وفار وحاجات. شالوا المخرج اللي تقصده محمد نصر. محمد نصر لا يصلح يكون موجود في اي برنامج، في اي مباراه. لا بس في اكتر من محمد نصر في التلفزيون بصرف النظر، بس اهون هو انسان صعب. قلت لي الزمالك رجته كفته ارجح، اي خطوط في الزمالك شايف ان هي ممكن بكره ترجح كفه الزمالك على حساب الاهلي او العكس، او لو الاهلي مصادر الخطوط عنده فين؟ والله يا استاذ صبحي مش مفيش حاجه اسمه خط يرجح او يصنع الفارق. الفرقه لما بتكون كلها كتله واحده بترجع مع بعض وبتطلع مع بعض ويكون فيه انسجام بيقدروا يصنعوا التفوق. لكن لما بيكون في تفكك وممكن يتخطف كره طايشه، تلاقي هنا ظروف كل مباراه لها ظروفها يعني، ما تقدرش تعد. لكن التحكيم عنصر اساسي طبعا مهم، والبنا اصلا اهلاوي وبيحكم على طول لصالح الاهلي، وابن اخلت اسمه ايه الله ما ينفع وجيه نفسه يا جماعه الخير. احمد مجاهد اهلاوي. ايه احمد مجاهد اهلاوي؟ اهلاوي ده مشجع. احمد مجاهد يا سيد الفاضل في قضيه جده، انت عارف جده، فاكر جده لما كان موقع على الزمالك؟ طبعا محمد جده كان جده عقده خلص مع اتحاد السكندري، وتوقيع الزمالك كان وقع الساعه 2 الفجر في وجود حسام ابراهيم وحازم امام في اوضه اللبس بتاعت نادي الزمالك. كانت الدنيا بتمطر ايامها، وكان ابراهيم قال لي على الموضوع، فسليم جدا وعاده منتهي وفير فري قصدي، واخد بالك؟ راح جري لمحمد مصلحي وقال له نعمل تمديد للعقد، وهو اللي قاضي الحكايه والحدوته. ولما واجهته قال لي انا ما كنتش في اتحاد الكوره، انا مش مسؤول. انما خدم هو الأهل. اللي فكره وهو اللي عمله ومدد له عقد، جابوا عقد تاني فاضي وماله. كان العقد كان معايا انا. كان العقد المنتهي اخر صفحه معموله على خطين بالطول كده منتهي. فعملوا جربوا بالكوريكتر ما نفعش، واخد بالك؟ فعملوا عقد جديد وبلطجوا وبتاع، ومجدي عبد الغني كان هو ساعتها. طب احنا مش عايزين انا بص كان مدير شؤون اللاعبين ومشى الامور، والتجديد وتجديد للاتحاد سنه، تمديد سنه، وراح الاهلي خدوا منه والقصه والروايه معروفه. فقضيه مؤمن الحاجه دي محدش يعرفها. فقضيه مؤمن كان فري برضه، ما كانش تبع انبي. مؤمن زكريا ومؤمن انا
كابتن احمد سليمان كان في اوضه اللبس وهو بيجدد معاه بيمضيه، مؤمن قال انا زملكاوي يا جماعه انا فري انا مش بس عاوز اتنقل بعدها للاهلي. بس انا هقول لك القصه، بس عاوز عقدي كان مليون ومش عارف 100,000 يزيد 200,000 ولا حاجه. فاحمد سليمان كلم مرتضى، مرتضى قال له ما يمليش على شروط، اللي عاوز يمشي يمشي. قال له كده. الواد خرج اسمه ايه مدير علاء عبد عال، اسمه علاء عبد الصادق، كان مدير الكوره، مدير الكوره مع منصور حطاير، الساعه 12 بالليل راح له مكتبه شايله شنطه فلوس فيها مليون جنيه. طب ما هي دي شطاره. اوكي. لا شطاره. لا احمد مجاهد كان كان مسؤول شؤون لاعبين. احمد مجاهد عمل ايه في العقد؟ لا عمل حاجه في العقد؟ لا اتفقوا مع انبي على انه انه لسه انه هو تبع انبي، انه معار، انه الاعاره خلص. هي انبي كان اسقطه من القايمه. طالما خرج من القايمه كان خرج من القايمه، فقال طلع بقى اتحاد الكوره والشغل. احمد مجاهد قبل ما يصدر القرار بيوم، واحد من قلب النادي الاهلي صديقي قال لي هو قاعد جوه عند علاء عبد الصالح في اوضه مدير الكوره. احمد مجاهد هو مدير شؤون اللاعبين. قلت له روح له. اللاعبين في الاتحاد الكوره. قلت له روح له وافتح التليفون وقال له ازيك يا استاذ احمد؟ اتفقت خلاص مع 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 علاء عبد الصادق. هكذا هو مسؤول، لا يجب ان يكون مسؤول. ما نستغربش لما يا سيدي الفاضل ازاي يبقى رئيس اتحاد كوره او مسؤول عن مدير الكوره في مصر؟ ما لعبش كوره ولا يعرفها شكلها ايه؟ ازاي يبقى بيدير الكوره في مصر وهو ضرب حكم قبل كده بالسكينه؟ سيبك بقى من الحكم والماتش. ايوه والشطه لو سمحت استاذ علي، كلام مهم. ندخل يا استنى يا استاذ، معانا بس مداخله من بدري. صدر قرار بشطبه. بص اسمعني ازاي، وبعدين ده ازاي يبقى وصايه من الاتحاد الدولي؟ مصر تقبل كده ازاي؟ وازاي انت يا دوله ما كان تقدر تعمل انتخابات لاتحاد الكوره؟ طب ايه رايك؟ ده 100 واحد كورونه ايه وبتاع ايه؟ هنقول والله بس انا معاك. انتخابات الصحفيين اتعملت، وانتخابات المجلس الشعبي اتعملت، وانتخابات الشورى اتعملت بالملايين. بالله عليك، معايا الاستاذ محمد امام والد نجمنا حازم امام على التليفون من بدري، الراجل بينام بدري. يا استاذ محمد مساء الفل. اقعد اتفرج علينا بقى. اخبارك؟ وحشنا كتير. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن محمد. تحياتي للاستاذ علي السيسي والاستاذ منتصر الرفاعي طبعا. اهلا وسهلا كل سنه طيبين. الله يخليك. بص احنا مش هنتكلم في تفاصيل كتير، بس انا عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله حازم الفتره الاخيره عامل مستوى عالي جدا فني وبدني، وهو النهارده في معسكر مباراه القمه وان شاء الله يكون موجود في اكيد. قول لي قول لي حازم، له طقوس معينه قبل ماتشات القمه؟ انت طبعا انت والده من زمان زي ما بيقول طريق يحيى. قول لي قول لي حازم بيتفائل بايه وبيحب ايه قبل ماتشات القمه؟ والله مباراة القمة يعني تقريبا بينام بدري، بيفكر شوية كده ان دي برضه مباراة الناس كلها بتتفرج عليها حضرتك، لكن هي برضه مباراة يعني زي اي مباراة ما بتاخدش من تفكيره كتير، يعني هي لغاية المباراة وانتهى الموضوع على كده يعني. لكن الطقوس طقوس عادية جدا يعني. طب هو كلمك قبل كلمك امبارح او النهارده في من المعسكر؟ لا هو كل يوم الحمد لله بيكلمني، بيتمرن عادي والدنيا ماشيه كويسه الحمد لله في نادي الزمالك وربنا يوفقهم. شفت صوره انا لحفيدك بسم الله ما شاء الله وهو بيعمل تدريبات احماء مع الشيكابالا مش كده؟ ايوه ابن حازم. ده ابن كابتن حازم. عموري 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 مظبوط يا فندم. ايه هو لعيب كويس هيطلع زي ابوه ولا هيطلع زي انا؟ لا والله ان شاء الله يبقى احسن من بابا ان شاء الله. كان ميلاد حازم امام في ماتش قمه لو كلنا نذكر يعني، وساعتها كان جيلبرتو احد اهم اللاعبين في جبل اسره. أيوة. في النادي الاهلي وعمل عليه جيم رائع. فرق السنين بقى دلوقتي بتشوفها ازاي؟ مرت عليك بسرعه السنين دي مع حازم؟ هو معانا عموري كمان في الشاشه اهو يا استاذ محمد. اكيد اكيد. شايف عموري ولا لا؟ لا انا للاسف بره بشتري السحور يعني. متالق معانا اهو. ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك. وان شاء الله نكلمك بعد الماتش ان شاء الله ونقول لك مبروك يا رب ان شاء الله. ان شاء حبيبي يا استاذ محمد حبيبي، كل سنه طيبين وانت طيب. متشكر جدا ونتقابل طيب. على خير كده يا رب. ربنا يخليك. شكرا يا استاذ محمد. انت كنت تتكلم، انا عايز ارجع لك نقطه مهمه جدا مخوفه كل جماهير النادي الاهلي بكره، ومعاهم حق انهم يخافوا. الاهلي والزمالك. الاهلي. الاهلي وهي غياب الاهلي خايف كمستوى. لا انا بتكلم على غياب محمد الشناوي تحديدا. لعيب مهم جدا مؤثر،
حارس مرمى كبير دولي. اظن لو احمد غيابه، لو احمد مجاهد كان يقدر يخلي ما يبقاش عنده مسحه كورونا. لا كورونا لا مش احمد مجاهد، لا ما الاهلي بيعمل له مسحه كل ساعه يعني عارف. لا لو كان يقدر كان. فخلينا بقى في واقع غيابه. انت شايفه ازاي؟ انا شايف ان هو ثقل كبير جدا في طبعا في مفيش كلام في التلت الدفاع للنادي الاهلي، وغيابه هيهز الحارس البديل فاهم. منتصر مش مساله بس، وغيابه بس علي لطفي فقد الثقه من فتره طويله. لا النهارده مش بس هو الاساس في الموضوع انه ازاي لعيبه الزمالك تستغل هذا الوضع. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، اعتقد يعني مش عايز اقاطعك، بس هو في وجود الشناوي الزمالك فاز 3-1. لا ده فاز 3 مرات مقابل فوز 1 للاهلي. انا محضر لك احصائيه صغيره، يعني في وجود الشناوي الزمالك فاز 3 مرات وخساره واحده بركلات الجزاء. اذا وجوده في غياب الشناوي وجوده مش مؤثر. لا مؤثر مؤثر لا شك، لا شك مؤثر. يعني احنا بنلعب الشناوي الزمالك بيلعب الشناوي. لا ما هو لما يكون عندك جون مؤثر، جون قوي، جون مهم، بيبقى ليه عامل اساسي في النتيجه برضه. دخل في الشناوي 8 اهداف من الزمالك على فكره في الاربع ماتشات. لكن كده بقول لك مش مؤثر. لكن لا لا لما يكون غلب على لطف يدخل في 12 13 جول، لما يكون عندك جول جول ما بيلعبش خالص بيبقى فريسه سهله يعني. او ميلاد نجم، او ميلاد نجم. لا انت عندك بقى في الزمالك حسب انت عاوز ايه. انت الزمالك انا من وجهه نظري عنده مدفعيه تقيله بقى من بره المنطقه، عنده اكتر من لعيب بيسدد كويس. لو استغلوا الفرصه دي بكره ممكن كفتهم ترجع. ايه المطلوب من الزمالك يا استاذ علي في هذه المباراه؟ التركيز والانسجام واللعب جماعي والروح. لو لعب جماعي والروح طبعا الروح ده اساس كل حاجه. لو لعب جماعي الزمالك هيكسب بسهوله. لو وعنده رغبه اكيد كل للفوز. واحد بقى يلعب لنفسه فزلكه والبتاع والكعوب والبتاع الكلام ده كله يدفع ثمنها كتير. ثلاث اربع لعيبه مؤثرين جدا في الزمالك من وجهه نظرك ممكن يكون لهم بصمه بكره. هو نمرة واحد لو وفق أشرف بن شرقي طبعا الزمالك بيعدي على طول في أي مباراة، مش مش في الأهلي والزمالك. خفيف الحركة سريع يعني مقاري. لا لاعب تقيل يعني مؤثر يصنع الفارق مهاري بيجيب جول بكل حاجة. لكن فرجاني ايه فرجاني اوباما طبعا فرجاني اوباما سبع أهداف. اوباما اوباما مشكلة بمعنى انا ما بشوفوش بيعرق بس بينتج، بس بيكسب الزمالك كتير. بصرف النظر المركز بتاعه 10 ده محتاج واحد عنده زوايا الرؤية والمساحات ويعمل الكرات الطولية والعكسية ويشغل الناس. بس دي عنده اوباما بيلعب كرة شراب بس الارض نفس محمد ابراهيم ده وجهة نظري. ما شفتوش عامل صوره يعني لو اشتغل على نفسه اكتر هيبقى في حته لا ابعد. الزمالك محتاج حد تاني في الحته دي زي عبد الله السعيد كده. بس انا ما احترم لو في عبد الله السعيد في الزمالك هيتفرق قوي. خلي بالك اوباما برضو ما فيش في مصر اوباما يا سيد الفضل اوكي لعيب كويس مهاري كويس بس كان توظيفه يبقى في مكان تاني وجهه نظري. بالعكس افضل مكان له انه هو لعيب بثلاث رئات يعني يقدر يبقى موجود وسط الملعب. كل المدراء الفنيين اللي بيجوا بيلعبوا طبعا اوكي اوكي بس لان ما فيش حد تاني. لا ده مفيش حد في مصر مش في الزمالك مفيش في الحته دي حد تاني. وبعدين بيفقد الكوره اكتر ما بينتج بيفقدها كتير وبيفقدها في الحته دي في وسط المعمعه دي بترد عليه بميز مصر لانه بيهتم بالشكل في الاداء شويه. لا الفزلكه دي لا لا انا معاك في دي ده لا وما بيتغيرش يبقى لا مؤاخذه يقعد بره اوكي. طبعا الناحيه التانيه في النادي الاهلي مين الاوراق اللي شايفها ممكن يكون لها تاثير؟ انا اقول لك التشكيل المتوقع في ظل الغيابات الكبيره طبعا. انا الشناوي غايب، محمد هاني غايب، علي معلول غايب، علي معلول غايب، هيبقى في الغالب علي لطفي حارس مرمى، رامي ربيع وبدر بنون في الدفاع، لمين احمد رمضان بيكم، شمال ايمن اشرف والسوليه واليو ديانج وقفشة وحسين الشحات وطاهر وممكن مروان. لا قفشة ربما الوحيد كهربا رجع بالسلامة الحمد لله. قفشة يعني عفو بس مالوش مكان بكرة بس هيبقى على الدكة. قفشة عفو عنه يعني اللي يقدر يصنع الفارق في الأهلي لأنه لعيب مهاري وما فقط. تعرفش جاي منين ها فقط طب سؤال الحقه بده في حالة فوز الزمالك بكرة يعلي أسهم الزمالك في الفوز ببطولة الدوري اللي تعبت جماهير الزمالك السنين اللي فاتت؟ والله يا استاذ صبحي شوف لا لو فير بنتكلم فير بنتكلم كوره لا كوره انا هقول لك حاجه البطولات دلوقتي انت في منافس شرس مش عاوزك تاخد اي بطوله
الأهلي لا يريد منافسا لا في الملعب ولا في الإعلام ولا في الفلوس في الرعاية. الأهلي عاوز يحتكر كل شيء. لو لقاك ماشي كويس يعمل على هدمك ويعطلك ويوقفك. الحكام وجيه هو الكارثة. أنا قلت لعمرو الجنايني قلت له ووريتهم ووريت عصام عبد الفتاح وعارفين الكلام ده كلهم وعصام تحديدا عارفين إنه كارثة. وريتهم الشليل اللي واخده في مراسي والهنا واللي هنا واللي المشكلة اللي واخد شليل فراسي؟ مين اللي أعطاه؟ ربنا برضه الكابتن وجيه ربنا بيعطي كده كابتن وجيه بقى له فتره كبيره جدا لا يا حبيبي هو شايل السجاده على فكره وجيه اخوانجي رسمي طب احنا قلنا على مسؤوليتي انا قلتها 100 مره والعماره اللي ساكن فيها اسمها عماره الاخوات على مسؤوليتك الكلام ايوه انا منتصر براءة من يا سيدي الفاضل انا صورت ومصور عربيته في مراسي وهو وحازم الهواري وهو والراجل اللي كان مدير اتحاد الكره اللي هو ربنا يفك اسر الكابتن حزم الاول اسمه ايه ده اللي هو خلينا نتكلم في كيانات خلينا نتكلم في كيانات ثروت سويلم خلينا نتكلم بلاوي زرقاء وكانوا معاهم مدير شركه صله اللي بيدفع لهم الفلوس اشخاص انا بس عايز اقول ايه ان احنا هنا علشان انا كلمت عمرو الجنايني ووريتهم كل عصام قال لي انت راضع فتره ولايه تولي المحاسب عمرو الجنايني لا 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 راضي عن الفتره لا 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 مين افضل رئيس اتحاد كره في اخر 5 سنين لك حاجة لا هذا ولا ذاك اقسم بالله الجنايني قال للناس كان في قرارات بتصدر احنا ما نعرفش عنها حاجة ده كلام خطير جدا الجنايني ايوه هكذا تدار الكرة المصرية الناس اللي موجودة دي عرايس الناس اللي موجودة دول منظر الناس اللي موجودة دول مش بيتخذوا قرارات اقول الناس بالحيثيات دي ما بتاخدش قرارات ايوه ناس ايوه ايوه يا فندم ايوه القرارات بتنزل لهم حسام البدري تعين مدير منتخب مدرب منتخب وهو مش بيدرب كان في بيراميدز لا يا فندم مش هم اللي عينوه هو القرار جاله صدر من جهه مهندس انا بريده لا 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 انا بريده انا مغضوب عليه مش دلوقتي عايز ارجعك للقمه انا عايز اقول لحضرتك كل اللي بيحصل في الوسط الرياضي من فوضى ده وسواء في اليد سواء في الباسكت سواء في الكوره سواء الشباب الكوره سواء كله ضد نادي الزمالك اتفق معك ده ليه ده سياسه بتقول كده يعني انت عندك ماتش سياسه ما فيش شباب 99 ماتش الباسكت اللي اتلغى ده بيصنع شخصية مصرية غير سوية لك على الشخصية الزملكاوية المقهورة دي شخصية غير سوية وده شخصية غير سوية صدقني ده تدمير للشخصية المصرية طيب ارجع تاني يا منتصر لا خلي هو طبعا كلام على الشخصية استاذ يعني علي مش صغير وعارف بيقول ايه ارجع بقى لحالة الفوز قلت لك فوز الزمالك فوز هو انت لو مقهور ومش لاقي حد كان مرتركة الناس بتجد فيه انه متعلقه بيه ليه؟ انه بيفرغ الغضب المكبوت جوه الناس فبيشتم بالنيابه عنهم. طب انا عايز افاجئك بحاجه. بيشتم بالنيابه عنهم. عايز اغير الموضوع افاجئك بحاجه، حاجه خاصه بيه. فالناس تعلقت بيه. مرتضى كان ظاهره صوتيه بلا فعل بس بيريح الناس. يعني النهارده الناس بتاخد على اللجنه صمتها بس انت قلت في بوست عندك انت قلت في بوست عندك على الفيسبوك مرتضى منصور لو ترشح دلوقتي قدام اي حد هينجح نعم هو اقوله على الهوا مرتضى لو ترشح هو في البيت حقيقة. او في يعني. في السجن هينجح عنده لان عنده اللي حصل كمان. اللي حصل معاه ده حقيقه خلاه بطل شعبي في نظر جماهير الزمالك اللي ما كانش معاه بقى معاه كله عرف انه يعني استفاد من الفتره الاخيره استفاد واللي عمله في فترة ربنا يشفيه إذا كان مريض وإذا كان ربنا يشفيه طبعا مريض ما كنتش أتمنى أنه يحصل كده اللي حصل مع مجلس إدارة الزمالك مخالف للقانون أي قانون فيه عايز أخدك لحتة تانية أنت دلوقتي عمال تقول لي الوزير بيقول لي أنه
اللجنه اصلا مش عارف لازم تكون قضائيه زي ما اللائحه تلاقت العماله مرتبطه اللائحه تلغي اللجنه اللي بتدير النادي لازم اللائحه تلغي ثلاثه مستشارين يقول لك اللائحه الثانيه لازم المدير والتنفيذي والمدير المالي ومش عارف ايه استرشاديه اشمعنى في دي انت بتحترم اللائحه انت ما بتحترمش قانون اصلا قرار التجميد تقصد ما كانش فيه احترام قرار التجميد ما فيش فيه قانون اصلا فين النيابه وتقول لي ده خدوا نهبوا المال العام النيابه في المخالفات اللي تم ذكرها المخالفات فين النيابه انا معاك فين المخالفات كان يجب كان يجب تحويل اذا كان لو في مخالفات وبعدين يا اخي انت النيابه بس ما فيش قرار وبعدين انت كوزير لو احلت للنيابه وما فيش قرار انا افك المجلس ليه يعني انت بتقول راحت النيابه ولسه ما فيش قرار يا سيدي النيابه يا سيدي ما ادعي الحل ايام خالد عبد العزيز المهندس خالد عبد العزيز خالد عبد العزيز المهندس خالد عبد العزيز خالد عبد العزيز انت هتشكي في مؤهله ولا ايه؟ خالد عبد العزيز احنا موجودين دلوقتي في الدروس اللي عمل قانون هيثم ده احنا بقولنا زي كده جينا هنا اللي عمل الخوف انك تيجي تقعد بدل لا انا قاعد في البيت اصلا انا انا اول مره من ثلاث شهور ما خرجت طب انا عايز اكشف للناس خالد عبد العزيز عمل قانون هيثم ده اللي دمر الرياضه المصريه قانون الرياضه الجديد لصالح 2017 لصالح اشخاص في عوار كتير هو عارف يعني ايه قانون هيسندا واللي تانيين اللي استفادوا عارفين يعني ايه هيسندا وغير هيسندا كان عاوز يبقى اخر وزير للرياضه في مصر انا سمعت بعت كل حاجه للجنه الاولمبيه اديني فرصه اسالك بس انا شاهد على اديني فرصه اسالك هو كان بيمتلك مفاتيح انت كنت معاهم في كل حاجه لا لا انت كنت مع عشان حضر في كل حاجه في الباطل في الباطل بقى خلينا اسالك سؤال ثاني استنى الباطل ازاي لا في الباطل ده اتهام على فكره انت كلمتني هشام حطب هشام حطب على فكره ضد دلوقتي هشام ما انا مالي انا استاذ علي بعد اذنك بس معانا مداخله الاخ احمد علاء ده وكيل لاعبين مع موضوع مهم جدا على لعيب كان مرشح للنادي الاهلي مش كده يا احمد مساء الخير يا استاذ احمد مساء النور على الصبح ازي حضرتك اهلا بيك يا حبيبي اهلا بيك رمضان كريم على حضرتك كل سنه وانت طيب وانت طيب كان حضرتك. عندك حاجه في ملف الانتقالات مهمه عايز تقول لنا عليها بالنسبه للمهاجم ايمن حسين اللي هو مهاجم العراقي ده انا اول وكيل كلمته هنا في مصر وخدت منه مانديت بالنسبه لمصر فانتشر جدل كبير في الفترة الأخيرة إن أيمن حسين تواصل مع كابتن أمير توفيق أو حد من في النادي الأهلي لكن كل الكلام ده غير صحيح واللاعب أصلاً أنا ما عرفتوش عن النادي الأهلي لكن هو اللاعب في حد من الوكلاء في المغرب كان بيستغل اللي هو عشان يشتغل في المغرب على نادي المولودات الجزائر فلما كلمه قال له انا عرضتك على النادي الاهلي وانت ان شاء الله ممكن نخلصك في النادي الاهلي وكده لكن هو كلاعب لعيب كويس ارقامه ايه ارقامه ايه يا احمد ارقامه ازاي عامل هو مهاجم بص هو مهاجم قناص يعني بيخلص من اقل فرصه لكن هو عنده عيب واحد ما بيلعبش في فرق كبيره فرق بتنافس على دوريات زي ابطال افريقيا زي فرقة نفسها تصعد كاس عالم لكن هو مهاجم كويس هو في القوى الجويه العراقيه ولا بيلعب فين دلوقتي القوى الجويه وهداف الدوري هناك بس هو القوى الجويه متهيألي فريق كويس في العراق ايوه ما حضرتك الدوري العراقي بالنسبه للدوري المصري زي الدرجه الثانيه لكن هو كلاعب كويس عنده عروض ثانيه في مصر غير الاهلي من خلالك هو بصراحه كان في احد الوكلاء كلمني جايب له عرض هنا في مصر برضه بس من نادي نص جدول نادي شركات طيب لما يجي لك العرض الجاد يا احمد يبقى احنا اول ناس نعرف برضه ماشي طبعا بالنسبه لعرض حسام حسن انا كنت عرضته لحضرتك بتاع البرتغال نادي ريو اف سي حسام حسن سموحه انت طيب. وكيله وانا عارف ان له وكيل تاني لا ليه وكيل هنا في مصر اسمه سيد مرعي ايوه ده صادقنا حبيبنا سيد مرعي طبعا عشان كده وداه ليبيا وداه ليبيا عشان كده راح ليبيا مظبوط سيد اتضرب في ليبيا قبل كده لا هو حسام من الشخصيات المحترمه ومن اللاعب اللاعب يعني يعتبر دلوقتي من افضل المهاجمين هنا في مصر طيب خليك على اتصال معنا يا احمد واي جديد البرنامج برنامجك واي وقت تساعدنا باي مداخله اوكي حبيبي والله حبيبي يا استاذ صبحي شكرا وانا استاذ احمد علاء وكيل اللاعبين ربنا يخليك سعداء انك كنت معانا استاذ علي عايز اغير دفه الحوار بقى عمال اتحايل عليك اسالك سؤال بقى لي ساعه عمال تحرك في طوب الارض انا عايز احرجك انا سمعت انك داخل انتخابات الزمالك
ان شاء الله. فين ومع مين؟ على اي منصب ومع مين؟ لسه لم تتضح المعالم بعد. لا انا عارف انا إن المره اللي فاتت انت منشن. لا بص استنى. لا بص والنبي مش هنضحك على الناس. بص انا اقول لك والله العظيم لو تسمعني للاخر يا اخي انا المذيع اديني فرصه اسالك. انا عارف انك منشن على كرسي معين. صح ولا غلط؟ انت سبق وترشحت على منصب امين الصندوق. هو ده مش زي ما عايزني احكي لك الحكايه. احكي لك الحكايه ربما حكايه غريبه يعني. انا رحت لمرتضى وقلت له انا نازل الانتخابات. صمت ولم يرد. بس هو صديقك. اه طبعا أيوه. صديقه. واخد بالك؟ المهم فتح باب الترشيح. انا عارف انه رفض وعارف انه ممكن يعمل حاجه مش كويسه. استنيت او انتظرت لغايه اخر ربع ساعه في اخر يوم. طب ليه ما كانش في حوار قبل ما تستنى الربع ساعه؟ استنى بس. وما ردش عليه. ما هو ما ردش يرد. ما كانش عاجبه الموضوع. انك تنزل اساسا. لا على البوزيشن ده. لا على امانه السنه. على امانه السنه. ده اللي هي الثلاثه اللي جوه بالتزكيه؟ لا لا قبل ده قبل الانتخابات الاخيره. يا اخي الانتخابات الاخيره 2017. المهم 2017 قمت اخر ربع ساعه حاجه غريبه حصلت انه اصدر اوامر لكل بوابات النادي ان انا ما ادخلش النادي على مدى الايام السبعه اللي هو فيهم تسجيل فتح باب الترشيح. طيب دخلت عارف منين؟ لفيت كل البوابات كلهم يقولوا استاذ علي هتقطع عشنا رجاء انت عارفه خلاص يا ابني. لفيت السبع بوابات كان شكلي يصعب على الكافر اسلوب مهين. عارف دخلت ازاي النادي اخر ربع ساعه ازاي؟ من احدى الشركات عندهم شباك صغير بيدخل على النادي. يبقى ده شغل جاسوسيه بقى اللي انت عملته. دخلت من الشباك نطيت وسجلت ودفعت الرسوم في اخر ربع ساعه. انا طب ازاي قبلوا منك وانت ممنوع من الدخول اساسا؟ لا هو اللجنه جوه مالهاش. اللجنه مالها؟ اللجنه جايه من رئيس الشباب. لجنه الانتخابات مالهاش علاقه. فقمت ايه بلغوه لقيته فوق راسي. بس كنت قدمت ودفعت وخدت الايصالات وقعدتوا مع بعض بعد كده. خد الورق ما نزلتش وقال لي غير انزل رئيس قبلي انا واحمد سليمان. قلت له ما ينفعش. ده بيتحداك اهي ما تنزلش يا امين صندوق. قلت له انت ما انت هتملي عليا ارادتي ولا ايه؟ ف اتوسع عليه. عايزك مكان افضل. اتوسع عليا انا ما اقدرش انزل. هدف التفتيت يعني اسوار. كان عنده قايمه كمان مجهزها. لا وعنده حد في امانه الصندوق مش قال لي بقى. ادخل رئيس. بس هو كان في منافسه. قلت له اسف ورحت بلغت الامن الله يرحمه الامن اللي برا شريف المدير التنفيذي هو اداله ورق وشريف خده ومش شريف حسين. شريف حسين الورق بتاعي اللي انقذني بقى ان رئيس اللجنه اللي بتتلقى الطلبات راح قال لهم ما ينفعش ده احنا سجلناه ده. فقام رغم ذلك استبعدني بعد تصفيه المرشحين استبعدني لغايه اخر يوم. خلينا في رحت في التسويه فرجعوني. انت قلت لي حتى كلمت واحد قلت لي استبعدوك. لا ما كانوش استبعدوني. صح حصل. ما كانوش استبعدوني كانت مؤامره. بس انا كنت بس انا ما استبعدونيش رجعوني. فالقاضي اللي ماسك النادي قال لا لازم تحقق كان مستبعدني انا مرشح ومستبعدني ندي صوتي شطب عدوية. واخد بالك؟ وفي اخر يوم في اخر ساعات يعني فانسحبت لان الفرصه ما فيش. يعني المره دي هو يبقى بتاع الفلوس. نقفل على كده وهنروح فاصل صغير. انا لو مسكت فلوس الزمالك ما فيش حد هيمد ايده على مليم. هنطلع فاصل صغير فكلهم يعرفوا من دلوقتي. معانا جماهير الزمالك اللي عايزه تخش معاك في مداخلات يا عم علي. لا انا عايز اقول كلمتين بس. ما هنرجع لا عايز اقول كلمتين. خليه اتفضل. كل الاحترام بس لله. كل الاحترام للشخصيات اللي حضرتك احنا ما اعترضناش على حاجه. يا سيد الفا واولا من الشرم متضرر. طب والله خرجك من استعاده الرافض. في حاجه بالنسبه لهشام حطب دلوقتي راجل محترم دخلش على باص. ليه خدش على باص؟ راجل محترم. الوزير قاله ثلاث كنت مع الباطل عشان تبقى عارف. الوزير قاله ثلاث اربع ايام طلع لائحه ماليه جديده
تسري على الكل. طيب معانا وقت بعد الفاصل عبد العزيز كان عاطل لهشام حطب، فهشام حطب كان عاملها عزبه يا استاذ علي، فرض علينا الفاصل لان في اعلانات. هنطلع فاصل صغير ونرجع مع حضرتك، فاصل صغير ونرجع لكم تاني. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره ثانيه. حوار ساخن جدا مع الساخن جدا استاذ علي السيسي. فقره الجماهير منتصر. احنا دلوقتي فقره الجماهير طبعا فقره محببه لكل عشاق 2-0. هنتكلم اكيد. كنا بنتكلم في الانترو ليه 2-0؟ 2-0 احنا مين انتوا الاثنين؟ النهارده خلصنا 1-0 يعني 2-0 كبرنامج رياضي الضيف هو الصفر. لا 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 مش الضيف، انا بتكلم على المقدمه. طبعا معنا منتصر سؤال الجميل الاول، ما توقعاتك لمباراه القمه واداء الحكم محمود البنا؟ بالتاكيد. ويا ريت تنزل لنا التليفون على هو لسه ادار يعني توقعات عن الاداء والمستوى. ما هو اللي ادار اللي اختار البنا احمد مجال والخطيب. ما احنا هنقول انت بالظبط باش مالاش محمود البنا، خليها الحكام مصريين وتوقعاتهم لمباراه القمه. هو البنا الحديد. ايوه ما احنا عارفين البنا مأذون. طبعا راجل حافظ قران ربنا يعني. يا رب اكتبوا لنا السؤال بقى يا جماعه على الشاشه بكره، ويا رب المباراه معانا على الشاشه اهو برده علشان الناس تتابع. السؤال الحلقه سؤال الحلقه اقرا يا منتصر. يا رب يلهمنا ان شاء الله ويلهم البنا بكره انه يحكم المباراه بشكل محترم جدا. سؤال الحلقه بالتاكيد، ما توقعاتك لمباراه القمه غدا ما بين قطبي الكره المصريه الزمالك والنادي الاهلي واداء حكم واداء طاقم التحكيم المصري؟ استاذ علي كنا في الانترو تجادلنا انا والاستاذ صبحي، هو بيرى انه اللجنه قصرت في بعض الامور خاصه فيما يتعلق ماتش المولوديه والترجي. فانا قلت له لو انت رئيس الزمالك ماذا تستطيع ان تفعل غير اصدار البيانات واتخاذ موقف والتصعيد سواء في وفقا للاطر واللوائح والقوانين الشرعيه؟ لو انت رئيس الزمالك تعمل ايه؟ وانت اتوصلت مع اللجنه؟ أنا لا، لو انت امين صندوق الزمالك انا من يومين كنت عشان رايح عشان الاجراء هناك استرداد العضو. فانا مش كان بيحطني من المشطوبين الموقوفين لكن مش مشطوب. لا مش اتضح لي انه كان كلها حاجات شفهيه. شفت بقى قلب ابيض دي كان حقيقه والله. المهم انا قلت له، هو سالني نفس السؤال، لو انت مكاني تعمل ايه؟ المستشار متعب عزيز. قلت له ايوه انا لو مكانك انا رئيس نصف مصر. الان لابد ان نصارح انفسنا. النهارده الدوله هي اللي حاطه ايدها على الكوره، ليست مؤسسات اهليه زي ما الناس. ومعنا حماده البربري على التليفون من حقه. اتفضل يا حماده ادخل اتكلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك. ازي حضرتك يا كابتن صبحي واستاذ منتصر و اهلا بيك يا استاذ حماده. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضل حضرتك معاك حماده البربري من الزقازيق. اهلا بيك اجدع على الزقازيق. قبل بس ما اجاوب على السؤال اللي هو النتيجه ان شاء الله ورايي في الحكام الاهلاويه لمباراه القمه. انا ما قلتش الحكام الاهلاويه، انت اللي بتقول الاهلاويه. معلش اتفضل. ماشي حضرتك. دلوقتي احنا الدوله بتتعامل مع الموضوع بالنسبه للرياضه، هي ما بقتش رياضه. احنا دلوقتي بنتعامل هي سياسه. انت بترضي اللي انت من وجهه نظرك شايفهم ان دول الاغلبيه. طب حضرتك حكمت على الاغلبيه دي من اللي هي ازاي؟ انت حكمت على ان دول الاغلبيه. حلو، ارجع بقى للسؤال بتاع الحلقه. لو اتكلمنا على الاغلبيه، الاغلبيه بالمتابعه. طيب حضرتك معايا؟ طيب معاك. ما انا بقول لك يلا بقى ارجع لي. الاهلي بيتابع برضه. ارجع لي بقى لسؤال الحلقه والنبي علاء. يا حماده انا اسف. ماشي. توقعاتك للقمه هتروح فين؟ وانت مع ولا ضد التحكيم المصري في القمه؟ بس طيب مع ولا ضد؟ لا احنا ضد ان التحكيم المصري يحكم. حتى لو انت عايز ان التحكيم المصري يجي مباراه زي كده لازم أهله. ان الموضوع تتحط لائحه ان السنه دي صح. من اول الموسم بنقول ان مباراه القمه هيديرها تحكيم مصري. برافو. انا معاك. مش فجاه كده وتقول لي ان انا هحكم تحكيم مصري. انا معاك فعلا. احنا هنبقى في رمضان والحكم كده هيتقي ربنا، وانت كده ايه في رمضان يعني؟ لا بالظبط. رمضان ده خلاص التداكم يعني نرفضهم بره رمضان مثلا. طيب وتوقعاتك للمباراه؟ المباراه ان شاء الله الزمالك هيقدم مباراه كويسه وربنا يستر، والتحكيم بس يتعامل بما يرضي الله. الزمالك يكسب مرتاح لان في فرق كبيره قوي بين الزمالك والاهلي. تزمكوا يا حماده.
تمام. بص شكرا يا حماد. انا قلت له الاتي، طالما الدوله هي اللي ماسكه خيوط اللعبه يبقى انت تطلع على رئيس الجمهوريه مباشره، وهو رجل يحمي كل المصريين ويسمع للجميع بسواسيه ويسمع للجميع، وهو الوحيد القادر على ان الميزان يتعدل. يا اما اكيد هيسمعك واكيد هيتدخل واكيد هذه الفوضى هتنتهي، يا اما تطلع بيان بهذا المعنى بتطالب فيه السيد الرئيس بالتدخل وضبط معايير الاداء في كل هذه المؤسسات الرياضية. انا عندي معلومة، انت عارف ان كل هذه الوجوه القديمة هتودع بالزبط. وكل من كلوا السمك هيدفعوا الثمن. انت تقصد ايه بقى؟ الناس اللي كانوا اللي كلوا السمك في الصورة هيدفعوا الثمن غالي غالي، صدقني اقسم بالله كل الوجود يا صغير. واخد بالك؟ قلت له حاجة تانية، قال لي زكاة الدولة بتعتبر الشعب الاهلي الاغلبيه، لا احنا الاغلبيه. وانا زي ما الراجل ده قال اللي كان معانا ده، وبتفق معاه فعلا ان شعب الزمالك هو الاغلبيه. صح. وسيد جوده من امبابه يقول لك عايز ادخل يا استاذ علي، اتفضل. لحظه يا اخي ما تخلى نكمل. لا لا حقهم حقهم علينا. لا لا استاذ سيد اتفضل. اهلا بيك. اهلا كابتن سيد. يا استاذ صبحي ازيك حبيبي؟ اهلا بيك الله يخليك. انت وجمعنا السي سي والاستاذ منتصر الله يخليك، اهلا بيك. والمدينه كلها وحاله غير طبيعيه والله. ربنا يخليك. ها بكره ايه رايك في ماتش القمه؟ انا لا اسعك، ولكن انا عايز اقول ان شاء الله بامر الله الزمالك يكسب فارس كون جامد، الشناوي غير الشناوي، واحنا كسبانهم قبل كده 3-1 جامد. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاستاذ علي المحترم اللي كل بقول الزمالك بيحبه وبيعشقه، انا بقول له يا استاذ علي، وده بقى كابتن استاذ علي كده اهو معاك. ايوه يا حبيبي. ايوه يا محترم ربنا يخليك. بالله عليك انت دخلت نادي الزمالك بقالك قد ايه؟ اخر مره من يمكن ثلاث سنين او اربع سنين، اقول امبارح كنت في النادي. الخط فصل. طب ايه رايك بقى في المنشآت المستشار مرتضى منصور عملها؟ ما انا شفتها قبل كده. وايه رايك في البطولات؟ وايه رايك في الحس الجامد الصوت الجامد لنادي الزمالك اللي ربنا يخليه لنادي جمهور نادي الزمالك مرتضى منصور؟ شكرا يا كابتن سيد، ويجاوبك الاستاذ علي. رئيس نادي الزمالك لم نادي الزمالك مش هيعوضه، جماهير نادي الزمالك خلوه بطل شعب. انت كمان كنت لسه بتتفق معاه في اللي قلت له لازم تلجا للرئيس، الرئيس هيحمي وهيفرض العداله، يا اما تتعدل يا اما تبص على الكل، يا اما تمشي. صح واخد بالك؟ انت شايف العداله قلت له الزمالك بس؟ لا مفيش عداله في الوسط الرياضي كله والوجوه دي لازم تتمسح من الخريطه، مش في مجال كره القدم يا استاذ، في كله، في كل الاتحادات، في كل الاتحادات. اتفقت معاه ان جمهور الزمالك قال لي ده احنا اكتر من الاهلي، فازاي الدوله تتعامل معانا بالشكل ده؟ ف قال لي مش قصه اكتر، هي قصه عداله، هم دول في النهايه اولاد الدوله ودول اولاد الدوله. قال لي اهلي زمالك دول اولاد الدوله. العداله تفرض العداله والنزاهه والشرف وبين كفر الشيخ، مش الاهلي والزمالك بس. بالظبط معايير العداله. وفي قاعده الشيطان اللي بتقول العين بالعين والدرع بالدرع والبلطجة بالبلطجة. لا أعوذ بالله بالبلطجة. لا مفيش بلطجة. ما هو لو في بلطج يبقى تبلطج زيه. لا بالقانون. واخد بالك؟ كل حاجة بالقانون. ما أنت خدت إيه بالقانون؟ السلة قهروك عشان شيكابالا دخل. هو شيكابالا ده يهودي. لا ابن النادي. ما لازم ده ابن النادي. إيه تعنت شغل العيال ده؟ رمز الزمالك. لا اللي حصل ما يتسكتش عليه. طبعا دوري اليد السنة اللي فاتت. دوري اليد عشان الراجل رجع دوري اليد يكمل ماتشين. ده انت السنه اللي فاتت لعبت 20 مباراه في الدوري في كورونا عشان الاهلي ياخد الدوري والناس اتبسط. طيب معانا المستشار اشرف عمر كمان عايز يخش يشارك، اتفضل يا استاذ المستشار. دايما المستشار اشرف عمر مننا. الو. لا 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 انا معاك. اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ صبحي. اهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ منتصر. صباح الخير يا استاذ مستشار، انت ضيف دايم معانا. صباح الخير يا استاذ علي. صباح الخير يا فندم. انا ليا كلمه قبل ما اقول نتيجه التوقعات بسرعه عشان عندنا دقيقتين والبرنامج يخلص، يا ريت والنبي بسرعه. سمعنا حضرتك يا استاذ صبحي. معاك اتفضل. اولا الرئيس عبد الفتاح السيسي
هو باني مصر الحديثة. طبعا. ومرتضى منصور هو باني الزمالك الحديث. ماشي. ونقطة من أول السطر. طيب وبالنسبة للماتش بكرة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بكرة ربنا يكرمنا ونفوز. وأنا بأيد كلام الأستاذ صبحي في حكاية الحكام المصريين. يعني أنت ضد إن حكم مصري يدير القمة؟ طبعا طبعا. كل تأمتلي يا سام. بس هو خلاص بقى واقع. أشكرك يا سيادة المستشار، أشكرك جدا. بص يا جماعة، مصر بتعاني رياضيا. الفساد الأمم المتحدة يا أخي، الأمم المتحدة اللي هي الدكتورة والي غادة والي قالت لك الفساد في الوسط الرياضي في مصر الأكثر في العالم. ده يجب تصريح من هذا النوع أو تقرير بهذا الشكل، يجب الدولة تنتفض. تنتفض. لحظة يا أستاذة، لماذا الفساد مستشري والفشل مستشري؟ بس الجهات الرقابية حاطة إيديها على كل حاجة. ما فيش حاجة تعرف كده. الجهات الرقابية أنا وديت لهم يا فندم الحاجات اللي الرشاوة. لا والله قال لك روح قول في الإعلام بس. لا لا خالص يا جماعة، بيقولوا لي في الإربيز إن الحلقة خلصت. أستاذ علي للأسف عايز ثلاث أربع حلقات يا سيدي الفاضل. لحظة لحظة، يلا بسرعة هيقفلوا علينا الهواء. إحنا اللي بنصنع الفشل، واحنا اللي بنصنع النجاح ثم نبكي عليه. طبعا بالعلم والاداره تحيا الامم وتنهض الدول. حلو قوي. لحظه لحظه، النهارده هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه لا يملك مؤهل. النهارده هنا بوريده لا يملك مؤهل. النهارده الخطيب رئيس الاهلي دبلوم تجاره خريج معهد ابو خير سنتين. سنتين. أربع سنين. سنتين. أربع سنتين. يا عم ما عاد يا عم ما أربع سنين من سبع سنين بس. عموما لا 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 مش مؤهلين. كيميائي. يا فندم لا ما فيش ما خدوش مؤهلة. يا فندم ثواني لا تقطع علينا ازاي واحنا بنتكلم. أنا الوقت خلص. أختي وجوزها في جامعة الكويت. ووعدنا قبل ما أقفل معاك. وعدنا إن تبقى معانا تاني. اسمعني بس. إجازة. الحلقة خلصت. كلهم غير مؤهلين. عايزين حلقة تانية. ما لعبش كورة. موافق. بتاع السلة ما لعبش باسكت. الأستاذ علي يا جماعة زي ما قلت لكم محتاج حلقة أو اتنين تاني. مش هينفع مع حلقة واحدة أسبوع. إيفانتينيو ما لعبش كورة. أعزائي المشاهدين، أنا عارف إن الحلقة كنتوا عايزينها تمتد بعد الفجر. لكن إن شاء الله لنا تاني لقاءات مع الاستاذ علي السيسي اللي انا بستمتع بكلامه وعايز يكون موجود معايا تاني. اتفضل يا منتصر. بالتاكيد مشرفنا والله. ما تزعلش، الحلقه الجايه كتير. لو كان لنا عمر رمضان كريم واحد يتكلم معاه. ده اتكلم لوحده. رمضان كريم رمضان كريم. كل الناس شخصيات محترمه، جهات الرقابيه في البلد حاطه ايديها على كل الملفات. بص يا استاذه، بص يا منتصر، هم مش منتصر معانا يا استاذ منتصر. الدوله لازم تعرف ان اللي بيديروا الرياضه مش متعلمين. شاكرين جدا. صباح الخير. وبكره سادس يوم رمضان نقابلكم ان شاء الله يوم 12 رمضان في حلقه جديده من 2-0. شكرا.